اوه ماي جاد يا اصدقاء، والله علي عمر، علي عمر هو الاول. اوه ماي جاد، طلع معانا علي عمر في نفس الجيم. هلا يا اسطوره، هلا، تعال تعال يا اسطوره، والله شاهدك، تعال يا اسطوره، تعال. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the bushes black. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب. اليوم وصلتلكم بمقطع جديد، مقطع اسطوري، مقطع مع الخير. دخلت يعني سكواد عشوائي يا شباب والتقيت بعلي عمر، هو الأول في اللوحة داخل الجيم يا أصدقاء. المهم وبعد ما نزلت يعني من الطائرة، أول شخص راح ألتقيه هو علي عمر داخل منطقة البيك. ما أحرق عليكم يا شباب شو حصل الفايت وهيك يا شباب. المهم أتمنى أول مرة تشوف قناتي لا تنسى تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس يا أسطورة. أوكي شباب، ما بطول عليكم، أتمنى يعني بعد ما راح تشوفون اللقطة لما التقيتوا هيك يعني تكملون المقطع، لأنه راح أقول لكم كلام مهم في نهاية المقطع. يجون بعض متابعين علي عمر يعني اللي متعصبين. المهم يا صديقي لازم اقول لك حاجة، اي شخص في فري فاير مات، اوكي، اي شخص، لا يوجد اي شخص لساته ولا مرة مات ولو مرة قتل يا صديقي. لهيك لا تجي تقول لي انت ليش تتباهى هو بس شخص عادي. اعرف علي عمر يعني مو عنده لقطات جلد، اتمنى يعني لو كنت التقي بمثلا مستقعدين او التقي بشخص يعني عنده لقطات جلد. ايضا هذا الفيديو انا اصلا نزله على قناتي، يعني الكل راح يكون شافه. المهم يعني شيء عادي تغسل اي شخص، بس يعني انا ليش نزلت هذا اللقطة؟ لانه كنت حطيت لكم صورة بالمنتدى وجاء بعض الاشخاص يقولوا لي انت هاك، لا يعني انت مسوي فوتوشوب، هذا الشخص مو علي عمر، هيك وهيك، يعني مستحيل انت نوب، مستحيل تقتل علي عمر. علي عمر يا اصدقاء محترف، الكل يعني لا يوجد اي شخص في الجيم ما مات، هذه لازم الكل يكون متفق على هذه النقطة. المهم يا شباب أتمنى الكل ينزل لتحت يحطنا لايك واشتراك في القناة، ولو ما عجبك المقطع أيضا يا صديقي حط ديزلايك واعطينا السبب في التعليقات. المهم يا شباب وصلنا نهاية المقطع، نلتقي في مقطع قادم إن شاء الله.